ايه شو بعدين؟ ايه برأيي بلا ما نوقف عن موضوع الاسم أكثر. وأنت رح تجي لهون؟ أنا يمكن ما أقدر إجي حياتي، ورح نحكي بعدين. بعرف إنكم خفتوا كتير، بس ما كان عندي حل تاني. خطفوها لمرتي الحامل بالشهر السابع، وما كان عندي حل تاني. بترجاكم سامحوني على غلطتي. مشي الحال، هلا خلصنا. الله يكتر خيركم، لو ما انتم انقذتوا مرتي كان ممكن تصير شغلات بشعة. عدت على خير وصار اللي صار. الله يجيرنا من الأعظم. خدوه هلأ شباب، يلا يلا يا جماعة، فيكم تطلعوا هلأ. الحمد لله على السلامة. الله يوفقكم، الله يحميكم. الحمد لله. أنت منيحة يا الحمد لله. حياتي كلها ما خفت مثل اليوم. بس منيح أنا كنت معك. وشو لو أوصك الرجال؟ هاي ما أنا أول مرة منوقف هالوقفة، نحن متعودين على هالوضع. شو يعني؟ لازم أتأثر بهالقصة؟ لا العفو، فيك تقولي هذا واجبنا. سيدي مع هيك بتشكرك سكاريالي. أهلين. تفضلي. بنتي يا روحي انتي، يا عمري، يا ريت لو أبوك كان معنا. ما رح يجي معي للأسف. زوج حضرتك عمل شغلات كتير كبيرة بالبنك اليوم. وخلص روحي، خلص خلص يا روحي انت. ألماس سهلين. اليوم غلطت غلطة كبيرة. ايه ما طوعنا قلبنا ناخده دغري، حبينا يشوف بنته. أنا كثير ممنونك. بنتي؟ بابا ما رح يتأخر عليكي يا روحي، بس انتي لا تخافي، رح أرجع بأقرب وقت. عفوا منكم، بدي اسم للبنت كرمال السجلات، فكرتوا إلها بشي اسم؟ ما بعرف، ما قررنا لسه. شو كان اسم حضرتك؟ مين؟ مين قصدك اسمي؟ اي نعم إليف، إليف، إليف. تمام، إليف حلو. يا روحي انتي، روحي يا إليف، يا بنتي الحلوة. بنتي الحلوة، يا بنتي الغالية. ممكن تحكي لي شو شفتي؟ كنت قاعدة وفجأة سمعت صوت. لهالدرجة معصب كان معناها؟ ما
معجبة فيك هالبنت. أي بنت؟ الحلوة هديك. شو؟ كارلوس ما بتفوت فرصة. شو هالحكي بالله؟ اسكتوا، هذا الزلمة مرتبط. مرتبط بمين؟ إذا قصدك إيجيل الأسبوع الماضي كانت خطبتها. إيه ما شاء الله، شكله محروق قلبه عليها. شكرا لك، الله معك. بدي أسألكم. جاي لهون. عزمها على فنجان قهوة. لا مو معقول، ليش المسخرة؟ لك أي مسخرة؟ لا عيب ولا حرام، أنت زلمة أبضاي. يلا يا بطل، يلا يلا. ما تعرفنا بشكل رسمي، اسمي سنة. كارلوس سكريالي 54، يلي بيعجبك فيهم. شو ما عندك اسم غيرهم؟ شو بعدين؟ برأيي بلا ما نوقف عن موضوع الاسم أكثر. خير إن شاء الله، بشوفك. بشوفك يا حلوة. هي لح لك روح الحقا. هو تليفونه شبك واقف مثل الأجدب. تحرك يلا تحرك. روح لك يلا روح لك روح روح. ليكي بس كنت حابب أسألك سؤال. تفضل. ليكي يعني أنا قصدي بتتعاملي مع هذا البنك كثير؟ لا. والله عن جد؟ حلو كثير. ما عم يفهم شيء. اي لا لانه هيك صح. خير ان شاء الله. صار لازم امشي. نهارك سعيد. خدمتك مع هذا البنك بتتعامل كثير. بلا غلاظات بلشوا هلا كمان. شو صار لك ولك؟ شو ها؟ سنايا الدس اخصائيه استراتيجيات التخطيط. الله الله، على الاقل هيك اجت الفرصه لعندك. لا تقوليها. ليك كارلوس، هي اكيد اشاره ليكني انا اعمل لك. ها لا تقول اتصل فيها ولا انا بتصل. يلا ابني، بس ليك اول وحده بدك تبوس ايدها هي مرت اخوك مرتي. اي بلا غلاظه، شو هالحكي الفاضي؟ لك ابني شد حالك شوي، هي اجتك الفرصه، اتصل فيها يلا. يلا سالم، صار لازم تمشي. رجع بأقرب وقت. سالم رح حطم عيوني، لا تشغل بالك، عم نستناك. الماس خانم، هذا رقم تليفوني، أي شي بتحتاجي فوراً بتخبريني. إيه؟ بتشكرك من كل قلبي. الحمد لله على سلامتك. شكراً. تعرف أنا ما رح. يلا حكيها، خلصنا. ليك هالفرصة ما رح تتكرر. لك يلا. وهلأ في حجة، شو ناطر؟ لك يا أخي خلص تركها، ما بدي أحكي معها. طيب مشان الله هات التليفون لك بقى، تتركني بقى ما بدي. أخي مشان الله بلا هالحركة. عم برن عم برن. شو عم تعملوا؟ عم برن. ألو. خد بعد عني. يلا احكي احكي. يلا احكي احكي. ألو مين معي؟ يلا شو بدي؟ يلا احكي خلص. ألو. ألو سناء خانو؟ أيوة. لك بعده شوي. أنا كارلوس. التقينا بالبنك قبل شوي. وأنقذت حياة الكل، تذكرتيني؟ وانت من وين جبت رقمي؟ شو هالسرعة؟ حضرتك كنتي مقع ملف بالأرض.
يا الله، هذا الملف كتير مهم لشغلي، شو بدي ساوي هلأ؟ إلا أنت بتوصل لي يا روح. يكون عندي هلأ لحتى وصل على الاجتماع. خلص أنا بوصل لك يا، أنت لا تشغلي بالك. كتير منيح، رح نلتقي بالكافيتيريا، خلينا نشرب شي. بس أنا اللي عزمك، وبصراحة أنا ما بشرب كحول. لا تاكل هم، ولا أنا بشرب. رح نشرب فنجان قهوة. ناطرتك المساء على 8 منيح؟ منيح، الرقم كتير حلو، هذا الرقم كتير بحبه أصلاً، بعشق الرقم 8 أنا. تمام، يلا بشوفك. الله معك.